بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل في لحوق النسب. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد. المصنف رحمه الله لما ذكر لنا في الباب السابق أحكام اللعان أردفه بهذا الباب، وهو باب لحوق النسب. وهذا الترتيب منه ترتيب انفرد به، فنجد عامة الفقهاء وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة، وكما فعل الإمام الخرقي رحمه الله في المختصر وهو حنبلي، أن إثبات النسب يدخل في باب المواريث. فلما يتكلم الفقهاء عن أسباب الإرث أو الأمور الموجبة للإرث، ثبات النسب. فإذا ثبت النسب، لأن الإرث فرع عنه، فيتكلمون عن ذلك. أما المصنف هنا فجاء بهذه النقطة، وهي لحوق النسب في باب اللعان. لهذا إذا رجعنا إلى كتاب اللعان عند الفقهاء نجدهم لا يتكلمون على هذه المسألة، واضح؟ والمسألة هذه فيها شائبة من اللعان، ولكن الشبهة الأقوى هي إثبات النسب، لأن اللعان هو نفي ادعاء النسب، والآن عندنا إثبات النسب، واضح؟ فلهذه المقابلة بين الأمرين ألحق المصنف هذه الأحكام في هذا الباب، وإن كان لا مشاحة في الإصطلاح، إلا أننا نبهنا عن هذا، لأنك إذا رجعت الآن إلى كتب الفقهاء وتريد أن تبحث هذه المسألة لا تجدها في كتاب اللعان، واضح؟ لأن في اللعان كما سبق وبينا في الأسبوع الماضي هو كيف ينفي الرجل عنه الحملة أو ينفي عنه الولد، واضح؟ فسلك المصنف مسلك ذلك كما فعله الفقهاء من إثبات الملاعنة. أما عكس هذه المسألة وهو إثبات النسب، فليست هذا بمحل الله، واضح؟ طيب، لا لا لا، بالنسبة للفقهاء الأربعة في المصنفات المعتمدة لا يذكرون ذلك، حتى الإمام الخرقي والمصنف رحمه الله شرح كتابه في المغني تابع المصنف في ذلك، لأن هذا الباب يندرج عند الفقهاء، يندرج تحته مسائل القافة. مسائل إيش؟ القافة. ومسائل القافة لا يذكرها الفقهاء في باب اللعان، واضح؟ وسنبين الآن ما هي القافة وما هي هذه المسائل. نعم. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدت ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، الآن إذا ثبت عندنا عقد النكاح، وثبت عندنا عقد ملك اليمين، إذا ثبت هذان العقدان ينشأ عنهما وجود الولد، واضح؟
فنسبة الولد في عقد النكاح ونسبة الولد في ملك اليمين هذا الأصل، واضح؟ وهذا القاعدة المضطردة. إلا أن هذا الأصل، هذا الأصل يطرأ عليه أمران: إما أن يطرأ عليه شك في الثبوت، وإما أن يطرأ عليه جزم في نفي الثبوت. ثبوت الولد في عقد النكاح وثبوت الولد في عقد ملك اليمين الأصل، واضح؟ طيب، هذا الأصل يتطرق له خللان: الخلل الأول أننا نجزم بعدم الثبوت، أو أننا نشك في الثبوت، واضح؟ واضح إلى هنا؟ طيب، هذا الأصل قال لك المصنف: فمن ولدت امرأته ولدا أو ولدت أمته ولدا وكان قد عقد على الأولى وملك الثانية، فإن إذا نتج ولد عن هذين المسألة عن هذين الأمرين فهو له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. واضح؟ هنا الآن كأنه يقعد لنا أو يفهم لنا الأصل، وسبق بالأصل لأنه سوف ينبني عليه نقيض الأصل وهو المطلوب في الباب. اقرأ من البداية. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. التي أقر بوطئها يرجع على من؟ لا، يرجع عن الأمة فقط. يرجع عن إيش؟ عن الأمة. يقول الفقهاء: إن العقد على المرأة كاف بأن تكون فراشا، وأما الأمة فلا يكفي تملكها أن تكون فراشا إلا إذا باشر الوطأ معها. لماذا؟ لأن عقد النكاح الأصل فيه هو الاستمتاع، وأما عقد الشراء الملك قد يشتريها للخدمة. لهذا اتفق الفقهاء على أن الرجل يجوز له أن يملك في عقد اليمين المرأة وبنتها، واضح؟ يملكها ملكا، لكن الاستمتاع لا يجوز. إذا استمتع بأحدهما لا يجوز له أن يستمتع بالثانية، واضح؟ مثل الأختين، يجوز له أن يملك أختين، لكن هل يستمتع بهما الاثنين؟ لا، لأن النهي قائم في ذلك، واضح؟ فلما كان عقد اليمين ليس الأصل فيه الاستمتاع، بل قد يكون للخدمة وقد يكون لأغراض أخرى، لا يثبت به الولد إلا إذا أقر بالوضع، بخلاف المرأة. واضح إلى هنا كلام المصنف؟ طيب، أعد ماذا قال. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. لحقه النسب، لأن هذا هو الأصل، واضح إلى هنا؟ النسب يعني الولد. أيوة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا حديث متفق عليه، بل قال ابن عبد البر: لقد روي هذا الحديث عن 14 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا يشك في ثبوته وفي صحته. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحديث هذا له سبب. له إيش؟ له سبب. هو أن أحد الرجال في الجاهلية كانت له أمة. كانت له إيش؟ كانت له أمة، وكان يستمتع بها وفي نفس الوقت مثل ما نقول يؤجرها سفاحا، واضح؟ يؤجرها كذلك سفاحا. هناك صحابي آخر أو رجل آخر لما أراد أن يموت قال لأخيه: إن والدة زمعة، زمعة هذا رجل، زمعة إيش؟ رجل، وهو كانت له هذه الأمة، فكان رجل آخر يأتيها
بحكم الجاهلية، وأنتم تعلمون كما قالت عائشة الجاهلية كانت تقر 4 أنكحة، المرأة يأتيها عدة رجال ثم إذا ولدت أنسبته لأي رجل فلحق به، هذه أنكحة الجاهلية. ثم جاء الشرع فأبطلها كلها وأبقى على النكاح المعهود الآن، واضح؟ زمعة كانت له أمة وليدة وكان يغشاها عدة رجال لأنه كان يتاجر هو بها، وهو كان كذلك يستمتع بها. فيه أحد الرجال لما أراد أن يتوفى قال لأخيه إن أمة زمعة الولد الذي سوف تنجبه مني، واضح؟ فلما أنت ولدت هذه الأمة زمعة كانت توفية والرجل الذي أتاها توفي، فاختلف في هذا المولود رجلان، رجل ابن زمعة وهو صحابي ورجل أخ الرجل الثاني. فابن زمعة يقول قال لرسول الله هذا الولد أخي لأن هذه الأمة أمة أبي، واضح؟ والرجل الثاني يقول يا رسول الله هذا الولد ولد أخي وقد عهد إلي أنه ولده، واضح؟ إذن هنا عندنا غلام واختصم فيه رجلا، فبأيهما يلحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاعدة مضطردة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني باتفاق، الولد للفراش، الولد للفراش يعني الأصل الولد للأصل، الفراش يعني أي الذي افترش المرأة وكانت فرشا له، والفراش هو إما أن يكون بعقد ملك أو يكون بعقد نكاح، يكون بعقد نكاح بمجرد العقد، وأما ملك اليمين لابد أن يكون قد أقر بالوطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لي للأصل وقال الولد للفراش، أي منك الولد الذي تأتي به المرأة الأصل فيه أنه يلحق لمن هو زوجها أو لمن هو سيدها إذا أقر بوضعها، واضح إلى هنا؟ واضح الأصل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر أي كما تقول العرب لما يختلف رجلا يقول هذا لي يقول لك الحجر، أي ليس له شيء، أي أن الزنا لا تثبت به الأحكام، واضح؟ يقول بعض الفقهاء وللعاهر الحجر أي أن العاهر يرجم لفعلته، ولكن هذا ليس بقوي كما يقول الإمام النووي، لأن للعاهر الحجر قد يكون العاهر ليس بمحصن بكرا ولا يلزم برجمه بل يلزم بإيش؟ بجلده، واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يريد أن يقعد لنا هذه القاعدة، واضح إلى هنا المسألة؟ نحن نريد أننا نبسط لأن سوف ندخل في مسألة غائصة، فلهذا نحن نريد أننا نفهم الأصل. فالأصل على أن بمجرد عقد النكاح أو ملك اليمين مع إمكانية الوطء إذا وجد ولد بسبب ذلك الأصل أنه ينسب، هذا الأصل. طيب هذا الأصل قد يطرأ عليه خللان، الخلل الأول أن يشك، وللخلل الثاني أن يجزم بنفيه. فقال المصنف ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. طيب لما قرر لك المصنف الأصل قالك ولا ينتفي ولد المرأة التي من أبيه، لأن هذه مرأة زوجة الآن، لا ينتفي إلا بلعان، ورجعنا إلى المسألة التي قررها المصنف في الدرس الماضي وهو كتاب اللعان. فإذا أراد بعدما يثبت الأصل وهو عقد النكاح وأراد الرجل أن ينفي الولد له باب، وأي باب له؟ باب اللعان، واضح؟ وسبق أن بينا كيف يتم اللعان فلا نفتحه من جديد، واضح؟ طيب وعندنا الأمة، قال والأمة لابد من ادعاء استبرائها، أي أنه يدعي عدم الوطء لها، فعدم الوطء في الأمة كاف بأن ينفي عنه الولد. طيب أنا أسألكم سؤال، لماذا لم يقل ويلاعنها؟
لماذا فرق بين هنا وقال في المرأة لابد من الملاعنة و أيوة؟ طيب ما هذه ملك يمين؟ الله يفتح لكم، لأن شرط اللعان أن تكون إيش؟ أن تكون زوجة، وأما الأمة فلا تلعن. واضح؟ خلافا لبعض الفقهاء لما سبق أن بينا. واضح؟ وهذا سبق بينا من يصح لعانها. واضح؟ يعني إلى الآن المصنف هو يقعد لنا ما قاله من قبل. إذن الأصل عندنا على أن بمجرد العقد في النكاح ومجرد الوطء في ملك اليمين يثبت النسب، وهو القاعدة الأصلية المستمرة. تنقض هذه القاعدة إما بنفي وإما بشك، فأما النفي فبلعان في الولد وبادعاء الاستبراء في إيش؟ في الأمة. واضح إلى هنا؟ واصل. ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كمن له دون 10 سنين، أو الخصي أو المجبوب لم يلحقه. طيب، الآن المصنف ذكر لك الأصل، الأصل أن يلحق الولد بأبيه، بأبيه في نكاح أو بأمة. واضح إلى هنا؟ طيب، هذا الأصل يتزعزع بوجود الشك، وهو سوف نتكلم عليه كيف يكون الشك، ويتزعزع بأمر عند الزوج، ومسلكه إيش؟ مسلكه اللعان أو النفي بعدم الاستبراء. عندنا مسألة أخرى، وهي إذا شككنا في الأصل، شككنا في إيش؟ شككنا في الأصل. نضرب مثال حتى نقرب. إذا كان الزوج مثله لا يولد له، فجاءت زوجته بولد، نجزم بأن هذا الولد ليس لهذا الرجل، لأنه هو أصلا لا يولد له. فهمتم التمثيل؟ وعليه يقول فقهاؤنا إن لحوق النسب، إن لحوق النسب بأمرين اثنين. نحن نتكلم الآن على عقد النكاح بأمرين اثنين. الأمر الأول هو العقد، والأمر الثاني هو إمكانية الإمكانية، أي إمكانية الولادة. تابعوا معي. يشترط الفقهاء في لحوق النسب أمران: العقد وإمكانية الإمكانية. واضح؟ هذه الإمكانية يقسمها الفقهاء إلى شرطين، وهي الوطء والعلوق. الوطء والعلوق. العلوق يقسمه الفقهاء إلى شرطين، وهو أن يكون مثله يولد له، وأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر. واضح التدريج هذا؟ نعيده. يشترط الفقهاء في لحوق النسب يشترط شرطين: الشرط الأول العقد، ومع العقد يشترط شرط آخر، وهو إيش؟ الإمكانية، يعني إمكانية الإنجاب. إمكانية الإنجاب كيف تتحقق؟ بأمرين اثنين: الوطء وإمكانية العلوق. إمكانية العلوق هذه يشترط لها شرطان: الشرط الأول هو أن يكون مثله يولد له، وأن يكون أتت به لأكثر من 6 أشهر. واضح إلى هنا؟ ما هو واضح؟ طيب، الآن شرط العقد، لأن بالعقد يستباح، من غير عقد للعاهر الحجر. واضح؟ يبقى أن الإمكانية يعني أن هذا الرجل وهذه المرأة يمكن، يعني اللعان، اللعان هو أن ينفي الرجل الولد، صح؟ وفي اللعان نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع وجود الأيمان لا ندري أيهما الصادق من أيهما الكاذب، صح؟
فهو يقول هذا ليس بولدي، وهي تقول له ولدك، والله يعلم أن أحدهما كاذب كما قال رسول الله، واضح؟ فإذا جاء، إذا كان الولد عمره 5 سنوات فأنجبت المرأة زوجته أنجبت ولدا، فنحن الآن نجزم بأنها هي الكاذبة. فلهذا في هذا الباب كما قال المصنف لا يوجد لعان، لأننا نجزم بالنفي. فاللعان يأتي معنا في ماذا؟ في احتمالية النفي أو الثبوت. فسلك الشرع بنا هذا المسلك وهو مسلك اليمين. أما إذا جزمنا أنه ليس بولد لا يكون هناك لعان. نضرب مثال قريب، أقل مدة زمنية للحمل كم؟ 6 أشهر بالإجماع لفتوى علي بن أبي طالب، أجمعت الأمة على أن 6 أشهر هي أقل الحمل. رجل تزوج امرأة فإذا بها بعد 3 أشهر أنجبت ولدا، واضح؟ فيقول الرجل هذا ليس ولدي، فهي تقول هي ولده، فهل نأتي بهما إلى اللعان ونقول له لابد أن تلاعن ولدك؟ فيقول له الشرع لا، اللعان مع الاحتمال، أما وقد جزمنا أو كذبت العادة أن العادة كذبت قول المرأة فلا لعان هنا، ونجزم ولا يحتاج إلى أن ينفي هذا الولد بلعان، واضح إلى هنا؟ فلهذا نرجع إلى القاعدة التي قررها الفقهاء، اللحوق في النسب بشرطين، العقد لابد أن يكون لأن عدم العقد لا يوجد شيء، والإمكانية، الإمكانية على قسمين، أن يكون وطأها لأنه إذا لم يطأ ويجزم بأنه لم يدخل بها لا يمكن، والثانية إمكانية إيش؟ إمكانية العلوق وتخلق الولد من مائه. هذه الإمكانية على قسمين، ما هي؟ أن يكون مثله يولد له، وأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر، واضح لهنا؟ طيب، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة 3، المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. السادة الحنفية رحمهم الله يقولون بأن شرط الإمكانية ملغى، شرط الإمكانية ملغى، فالسادة الحنفية يشترطون العقد، يشترطون إيش؟ العقد، ويشترطون أن يكون مثله يولد، أن يكون مثله يولد، وأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر، لأن نحن الإمكانية قسمناها إلى عدة أقسام، السادة الحنفية لا يشترطونها وإنما يشترطون 2 منها. طيب أنا أسألكم سؤال، من يذكر لي صورة ثمرة الخلاف بين السادة الحنفية والجمهور؟ أعطيني صورة، من يعطيني صورة؟ الله يفتح لي، قربت. إذا تزوج رجل من المشرق امرأة من المغرب وعقد عليها عقدا شرعيا ولم يكن هناك دخول بينهما فأنجبت ولدا بعد 9 أشهر، فعند الحنفية يلحق الولد وعند الجمهور لا يلحق الولد، لأن إمكانية الدخول تحققت عند الجمهور لأنها لم تتحقق عند الجمهور لأنها وهي شرط فينتفي النسب. أما عند السادة الحنفية فعندهم العقد كاف، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش الأصل، والفراش هنا هو إيش؟ هو الزوج بالعقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت النسب بغض النظر عن اللواحق، واضح؟ الجمهور أعملوا عقلهم وقالوا إن هذا النسب يثبت ما لم يصطدم بالعادة الشرعية، والعادة تكذب الولد إذا جاء لأقل من 6 أشهر أنه يلحق بهذا العقد، واضح إلى هنا؟ واضح الخلاف؟ طيب إذا أنجبت ولدا لا يمكن أن يولد له، هل يوافقون السادة الحنفية أم لا؟ يوافقون. إذا أنجبت لولد أقل أو أنجبت أقل من 6 أشهر يوافقون، لأن هذه شروط، لكن الإمكانية ليست بشرط، اللي هي إمكانية الدخول.
فيقع الخلاف بين السادة بالجمهور والسادة الحنفية في مسألة إذا أنجبته بعد الستة أشهر ومثله يولد له، هل يلحق أم لا يلحق؟ فعند عند الحنفية يلحق، وعند الجمهور لا يلحق. طيب كيف يخرج على مذهب الحنفية؟ طيب هذا الرجل يقول أنا ما دخلت بهذه المرأة، كيف تلحقون بي؟ عند الحنفية رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، هو في المشرق ولم يسافر، الله يفتح لك. الحنفية يقولون نحن نمشي مع الأصل، الأصل أنه ولدك لوجود العقد، كونك تنفي ذلك لاعن. الجمهور يقول لا، الملاعنة شرطها توفر الدواعي، واضح؟ فيكون في الأخير الخلاف بينهما خلاف هل يقام اللعان أو لا يقام. أما يريد ينفي الولد ما عندنا مشكل، لكن هذا إذا نفيته تصدق دعواك، لأن اللعان دعوة عند الجمهور تصدق، وأما عند الحنفية فيشترط بأن يلاعن. واضح إلى هنا؟ طيب أعد ماذا قال المصنف. لا هو ماشي مع الأصول، وهذا الأصل، الأصل على أن الولد ينسب من مجرد العقد، الولد للفراش. لا ولا مقصد به الوضع الشارع، لا الشارع أناط حقوق النسب بوجود العقد. لا ما هو شرط، ليس بشرط الفراش الزوج أو الزوجة على خلاف النبي. خلينا أقرب لكم المثال. النبي صلى الله عليه وسلم نسب الولد، لما قال الولد للفراش نسبه لمن؟ أيوة نسمع الرجل الآخر، لأن الولد هذا كان كبير اسمه عبد الرحمن، الذي ادعاه بأنه أخاه، لا بأنه ابن أخيه سعد، قال يا رسول الله انظر إلى شبهه بأخي، انظر إلى إيش؟ إلى شبهه بأخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك لزمعة، وقال احتجبي منه يا سودة. سودة مين؟ سودة بنت زمعة التي هي إيش؟ أم المؤمنين، هذا أخوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نسبه لزمعة وأمر سودة بأن تحتجب منه، قال لوجود شبهه بالرجل الثاني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح الشبه ورجع إلى الأصل، والأصل أن إيش؟ الولد للفراش. أيوة لما أمر بالاحتجاب؟ هنا يختلف الفقهاء في التخريج، لهذا جمهور الفقهاء يقول واحتجبي منه يا سودة، قالوا استحبابا لوجود الشبهة، لوجود الشبهة في الشبه. وأما السادة الشافعية يخرجونه مخرجا آخر، قالوا هذا دليل على أن الزوج يمكن أو من حق الزوج من حقوقه أن يمنع المرأة من محارمها، فمن هنا تمسك الشافعية بهذا المخرج على أنه، وهي مسألة سوف نتكلم عليها في حقوق الزوجية، متى يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية محارمها. واضح إلى هنا؟ طيب فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا سودة يا زمعة، إذن تمشى مع الأصل، وأن الأصل على أن الولد للفراش. واضح إلى هنا؟ اقرأ ماذا قال المصنف. وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمك، وإن لم يمكن كونه الآن أمرا عقلي، إذا عقلا أثبتنا بأنه ليس بولده، مثالها مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها، أن تلد الأمة لأقل من ستة أشهر، وأقل من ستة أشهر لا يمكن أن يكون هناك حمل، هذه في الأمة أو في الزوجة. أيوة. أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، منذ أمكن اجتماعهما، لأنه يشترط الوطن، واضح؟ إذا جاءت بأقل من ذلك، واصل؟ أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كابن خمس سنوات، نعم.
كمن له دون عشر سنين كعشر سنين، لأن هذا يختلف الفقهاء في تحديد زمن البلوغ الذي معه الإنجاب، فالجمهور على أنه عشر، واضح؟ لأن صاحب عشر ممكن أن ينزل، فمشوا على هذه القاعدة، واصل؟ أو الخصي أو المجبوب. أو الخصي أو المجبوب. المجبوب هو ممسوح الذكر، والخصي هو ممسوح الخصيتين. المجبوب أو الخصي الأصل فيه أنه لا يتأتى منه إنزال، فإذا زوجته ادعت بأن هذا ولده هنا تكذبها العادة، مع أن فيه خلاف. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الأم قال ولا أجزم بنفي ولد المجبوب، قال لإمكانية الإنزال، يعني الأصل أنه لكن يمكن أن يقع منه إنزال، فلوجود الإمكانية قال يمكن أن يلاعن، فنرجع إلى قول السادة الحنفية أنه يلاعن، واضح؟ طيب واصل؟ لم يلحق، لم يلحقه، نعم. فصل. إذن لم يلحقه فلا يحتاج إلى إيش؟ إلى فلا يحتاج إلى لعان. وعند الحنفية يلحقه في الصورة الأولى وليست في الصورتين هذه، يلحقه وإن أراد نفيه نفاه بلعانه. أيوة واصل. فصل في ثبوت النسب بقول القائف. طيب، نحن لما قعد المصنف القاعدة في ثبوت النسب ولحوقه، ألم نقول بأن هذا الأصل إما أن يختل بشك وإما أن يختل بيقين؟ اختلاله بيقين في هذه المسائل التي ذكرها، وهو أن تكذب العادة اللحوق، واختلاله بشك هنا الذي قالها المصنف، وهو إذا أثبتنا الأصل ولكن طرأ عليه طارئ. مثال: إذا وقع عندنا نكاح شبهة، تعرفون نكاح شبهة؟ مثال: رجل له امرأة ومفترشها وأتاها، هذه المرأة أتاها رجل آخر شبهة، ظنها زوجته فأتاها، فيكون هذا ليس بزنا، صح؟ لأنه شبهة تقع، ترى وقعت في هذا العصر ووقعت، يكون فيه بعض النساء إذا دخلت، يعني في أقرب مسألة تحضرني هو أن رجل جاء إلى بيته ليلا، كان مسافر، والمرأة كانت تنام عندها أمها، كانت تنام عندها إيش؟ تنام عندها أمها، فجاء في ليلة ليلا وكان من سفر، فصادف أن زوجته لم تكن في فراشها، فما أراد أن يوقظ، وكانت أمها في فراشها، فأتى الأم وهو لا يدري، فهذا يسميه الفقهاء نكاح إيش؟ نكاح شبهة، ووقع على عهد رسول الله ووقع على عهد عمر وأقضى به وقضى على ذلك الصحابة، هذا يسمى إيش؟ نكاح إيش؟ نكاح شبهة، وهو أن يتوارد وطآن على محل واحد. فهنا لا يمكن أن تنفي ولا يمكن أن تثبت، واضح؟ لا يمكن أن تنفي لأن المرأة فراش، ولا يمكن أن تثبت لأنه وقع نكاح شبهة آخر، فإذا جاء الولد هنا فبأيهما يلحق؟ مثال آخر: المرأة بعض المرات، أنا سبق لما بينا إذا ارتفع إذا تذكر في العدة الأصل أنها بإيش؟ بالحيض بالأقراء، ومن ارتفع حيضها ما هو حكمها؟ قلنا تعتد 9 أشهر الحمل ثم تضيف إليها 4 سنة، بخلاف بعض المذاهب، هذا قول الذي قلنا هو الراجح، هو اختيار المالكية والحنابلة وطائفة من الشافعية على أنها تعتد سنة، بعد ما تعتد سنة تتزوج. إذا تزوجت وعلم أن كان فيها حمل وهي لم تدري، فهو من الأول أو من الثاني؟ واضح؟ فنكاح الشبهة هذا يقع، لهذا تكلم عليه الفقهاء. فإذا اختل الأصل الذي قلناه وهو الولد للفراش بوجود الشبهة هنا، فهل يلحق إلى الأول أو يلحق إلى الثاني؟ مشكوك فيه. قال المصنف الآن: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة. لاحظت
وطئ رجلان امرأة في طهر بشبهة، واضح إلى هنا؟ طيب، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد كذلك. إذا رجلان اشتروا أما، الأصل أنه لا يجوز لهما أن يتوارد عليها بعقد واحد، واضح؟ إذا وقع ظن الأول بأنها لم يصبها والثاني كل وقع احتمال، فأصيبت المرأة في طهر واحد، فوقع الشريكان على الأمة، فنتج من هذا الوطء ومن الوطء الذي قلناه في الزوجة نتج عنه ولد، فبأيهما يلحق؟ فلا يمكن أن تقول بالنفي ولا يمكن أن تقول بإيش؟ بالإثبات، فهي مسألة مشكوك فيها. ما هو الحكم فيها؟ قال المصنف: فأتت بولد أو ادعى نسبا أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أو عندنا رجلان جاء في وجدنا ولد لقيط. لهذا هذه المسألة يذكرها الفقهاء في كتاب اللقيط. اللقيط هو الذي إيش؟ الذي جهل نسبه، وجدنا ولد صغير وما عرفنا من أين ينتسب، فجاء رجلان مختص وكل واحد يقول هذا ولدي ولا بينة مع أحدهما، واضح؟ فالآن هذا ادعاه رجلان، والولد الآخر في النكاح أو في اليمين متردد بين أحد الرجلين، فلأي واحد من هؤلاء ينسب؟ إما اللقيط أو من توارد في الوطء. قال المصنف: أري القافة معهما أو مع أقاربهما، فأري القافة معهما أو مع أقاربهما. طيب، يقول المصنف: إذا وقع عندنا شك في لحوق النسب كهذه الصور التي ذكرناها، فسوف نلجئ أو فسوف نلجأ إلى بينة خارجية، والبينة الخارجية هي الاعتماد على قول القافة. والقافة في تعريف الشرع هم قوم نسب إليهم علم معرفة الشبه، واضح؟ علم معرفة إيش الشبه، فيؤتى بهم، فإذا حكموا هذا الولد يلحق بأيهما، فإذا لحق لحق بهم، واضح؟ هذا حكم إيش؟ حكم القافة. وحكم القافة يقول به كذلك جمهور الفقهاء، السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة، بخلاف السادة الحنفية، فإن السادة الحنفية لم يعولوا على حكم القافة. لهذا لما ترجعون إلى كتب الفقه لا تجد عند الحنفية باب القافة، وإذا ذكروه ذكروه من باب الرد لا من باب التأصيل، فإن السادة الحنفية لم يعولوا على إيش؟ لم يعولوا على القافة، لأنها من باب الظن والتخمين ولا يعتد به في الإثبات، واضح؟ سوف نتكلم، واضح؟ إذن الآن نتكلم. طيب، الجمهور قالوا لأن القافة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والحديث الذي سبق أن بيناه في زيد، صح؟ لما كان قد تغطيا في الكعبة بلحافة، وجاء رجل من بني مدلج وكان قوم قد عرفوا بالقافة، فقالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرحان، فقلت: وما سبب ذلك؟ قال: أما علمت أن أخا مدلج نسب إيش؟ قال: هذه الرجلين من هذه، رغم أن واحدة سوداء والأخرى بيضاء، فالآخر لم يعول على اللون، وإنما إيش؟ وإنما عول على الشبه، فألحق النسب بهما، فثبت، لأن الجاهلية لما رأوا أن هذا أسود وهذا أبيض قالوا: كيف يكون ولده؟ واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقر هذا المدلج أقر هذا النسب بالقافة، فرح النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أن نسب زيد نسب صافي، واضح؟ طيب، السادة الحنفية عندهم تخريج آخر، يقولوا أنه هذا من باب الاستئناس وليس من باب اللحوق، أي. ولما تكلمنا المرة الماضية في حديث اللعان، في حديث إيش؟ في حديث اللعان، قلنا لما الشريك بن السمحاء لما رمى زوجته الصحابي لما رأى بها، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن جاءت به كذا فكذا فهو لأبيه،
وإن جاءت به على الوصف كذا فهو لمن رمي به. فقال الصحابي فجاءت به على الوجه الذي تكره، والحديث في الصحيحين. فيقول السادة الحنفية إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل عمل القافة بوجود إيش؟ بوجود الشبه، ورغم ذلك لم يعول عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها لا تثبت بها الأحكام. الجمهور يقول لا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الأيمان، لأن اللعان سبق، وإذا سبق اللعان انتفى الولد. معمول به لولا وجود اللعان، واضح. المهم مسألة خلافية. السادة الجمهور يقولون هنا إذا أشكل علينا النسب، إذا أشكل النسب في مسألتين، إذا كان وطء شبهة أو الدعية مجهول النسب من رجلين فأكثر، نعمل القافة. المصنف أضاف جملة قال التي قرأتها أو أهليهما، أري القافة معهما أو مع أقاربهما، معهما أو مع أقاربهما، كأنه يقول يثبت لك هنا على أن النسب لا يختص في ثبوته بالأبي، بل يتعدى إلى الأقارب، كأن يدعي الرجل أنه أن الرجل أخاه، لما يقول هو أخاه إذن هو ينسبه إلى من؟ ينسبه إلى أبيه، واضح؟ وإن كان هنا مسألة خلافية، كثير من الفقهاء كمذهب المذهب القديم عند الشافعي ومذهب السادة المالكية لا يثبت النسب إلا الأب مع ابنه، لأنه هو يدعيه، أما الأخ هو يدعي على أبيه، فهي ضعيفة، واضح؟ فالسادة الحنابلة مع المذهب الجديد من المذهب الشافعية يقولون إن النسب ولا يشترط في إثباته أو في نفيه إيش؟ وجود الأبي، الأب مع أبي، بل قد يتعدى إلى إيش؟ إلى الأقارب. واصل. أري القافة معهما أو مع أقاربهما، أيوة. فألحق بمن ألحقوه به منهما، فألحق لمن ألحقوه بهما منهما. طيب، إذا حكم القافة، إذا حكم القافة بأن هذا الولد لهذا لأحد الرجلين ألحق بهما نسبا، واضح؟ طيب، إيه؟ لا، ما قلنا الآن لا يوجد لعان يا أخي. اللعان قلنا إذا أراد في النفي الأول، أنت ملت إيش قلنا؟ قلنا إما أن يثبت نجزم به، وإذا جزمنا على الأصل لا يمكن النفي إلا باللعان، وإما أننا نجزم بالنفي وهو إذا كذبته العادة، وإما أن يقع عندنا الشك فنأتي إلى القافة. عندنا ثلاثة حالات وبيناها. اللعان يوجد في مسألة الجزم، اللعان في مسألة إيش؟ في مسألة الجزم، وهو أن يكون عقدا صحيحا وأتى زوجته وليست عندنا شبهة نحن. هنا تأتي مسألة اللعان. أما إذا لم نجزم كأن كذبته العادة لا لعان، وإذا جئنا مسألة المشكوك فيها ماذا نفعل؟ نأتي بالقافة، واضح؟ إلا هنا لا يمكن أن يكون أصل اللعان، ما يمكن أن يكون عندنا، لأن الآن رنا في عكس مسألة اللعان. مسألة اللعان ما هي؟ هي نفي النسب، وهنا نريد أن نلحق النسب، لأن عندنا ولد كل واحد يقول هذا ولدي، الآن عندنا ادعاء النسب وليست عندنا نفي النسب، ها؟ كل واحد يدعي ابنه، إذن كيف يلاعن؟ هو يريده، واللعان نفيه. واصل. فإن ألحقوه بهما لحق بهما. طيب. وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ. طيب، الآن عندنا القسمة العقلية تقتضي في القافة أو القائف ثلاثة أحوال: إما أن ينسبه لأحدهما، وإما أن ينسبه إليهما، وإما أن يشكل أمره فلا يدري أين ينسبه، واضح؟ فقال المصنف وهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاث: إذا نسبه لأحدهما نسب له، وإذا نسبه لهما نسب لهما، سوف نأتيها، وإذا أشكل أمره بتاتا ينتظر به حتى يبلغ ويقال له اختر أيهما، فأيهما اختار لحق به.
عندنا ثلاثة احتمالات. طيب نرجع إلى مذهب السادة الحنفية. السادة الحنفية ليس لهما إيش؟ ليس عندهم قافة. فيقول السادة الحنفية إن مجرد ادعاء النسب يثبت به النسب. لو جاء رجلان مختصما في ولد كلاهما ولدهم، مثل الحالة الثانية التي قالها الجمهور، لأنه يقول القافة ظن والظن لا يثبت به، وهذا عندنا ادعاء والدعوة قوية، فبمجرد عند السادة الحنفية وجود الدعوة يثبت بها النسب. واضح المسألة؟ فإذن على عند الجمهور ثلاثة احتمالات، وعند الحنفية احتمال واحد. لو ادعى اثنان نسب لهما، لو ادعاها رجل مجرد الدعوة لحق به. أما عند الجمهور لابد أننا نأتي بالقافة. واضح؟ فإما أن يلحقوه بأحدهما وانتهت المشكلة، وإما أن يلحقوه بكليهما، وإما أن يكون يشكل حاله ولا. المهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتكم له في رجل في ولد وقعت أمه في نكاح شبهة، في بطء شبهة، فجاء عمر بالقافة فكلاهما قال إني أرى الولد لكليهما، فألحقه عمر بهما. طيب نأتي هنا إلى مسألة. طيب خلينا نكمل الاحتمال الثالث، وهو قلنا إذا بلغ قال له الحق بأيهما. قالوا لأن النفوس جبلت أن تميل إلى 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 أقاربها. واضح؟ فهو طبعا غريزة وطبعا سوف يختار من هو أقرب له في النسب. واضح؟ طيب الآن هذا الكلام كله هو القافة، وكله مع وقتنا الآن قد لا نلجأ إليه لأمرين اثنين: أولا لعدم وجود القافة، وثانيا لوجود أمور أخرى يثبت بها الآن النسب. لأن القافة هي عبارة، هو عبارة عن ماذا؟ القائف ينظر إلى الشبه. طيب عندنا الآن تحاليل الدماء وتحاليل كلها التي، فإذا هي تعمل عمل القافة، فإذا قولها يكون إيش؟ قولها يكون مصدقا ويعمل به، ونكون قد خرجنا من هذا الباب، فيكون الفقهاء قد فتحوا لنا هذا الباب الذي هو باب إيش؟ باب الخافة. طيب هنا قد يقع سؤال: كيف ينسب الولد لرجلين؟ نرجع إلى المسألة الطبية. طبا البويضة لا تتلقح إلا العجب على أن مني الرجل توجد به ملايين النطف، ملايين إيش؟ النطف. والعجب عندنا بويضة واحدة، من هذا الملايين سبحان الله قال لك ما يدخل إلا نطفة واحدة. البويضة تتلقح بنطفة واحدة، هذا طبا. طيب كيف يقول لك الفقهاء ينسب إلى الرجلين؟ إيه؟ الله يفتح عليك. عندنا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون في سبي أوطاس، في الغزوة سبي أوطاس، لما سبي النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، وهذا أمر مجمع عليه. اجمع العلماء على أنه من ملك امرأة حامل، لأن لا نقول عقد لأنه لا يعقد على المرأة الحامل، إذا ملك الإنسان امرأة حامل يجوز ملكها، لكن يحرم عليه وطؤها حتى تضع. أحد الصحابة وطأ امرأة جاءت من نصيبه امرأة حامل فوطأها بملك اليمين. يقول الصحابي الراوي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وقال: والله لقد وددت أنني ألعله لعنة تدخل معه إلى قبره، كيف يسترقه وقد غداه في سمعه وبصره، كيف يسترقه وقد غداه في سمعه وبصره. من هذا الحديث يستند إلى أن الجنين إذا تلقح بنطفة واحدة فإن الماء الثاني يكون غذاء للجنين، وبمجرد وجود الغذاء قد تثبت نوع أبوة، وعليه كيف يمتلكه، لأن الآن هذا صار فيه جزء من ابنه. هذا الحديث سبحان الله مع هذه المسألة الآن جاءتنا مسألة، وهي الآن دائعة في الغرب وقد دخلت حتى عندنا في البلاد الإسلامية، وهي استئجار الرحم. مسألة طبية الآن، استئجار الرحم.
قد تكون المرأة لا تريد أن تحمل، أو يكون جدار الرحم عندها رقيق بحيث أن لأن البويضة إذا لقحت غرست في جدار الرحم، فإذا كان الجدار الرحم ليس بالمتانة ليكون الجدار غير قابل للحمل، يقع التخصيب ولكن تسقط البويضة، لأن عندنا عدم الحمل، إما عدم التخصيب في جو الرحم أو أن الجدار لا يستقبل. المرحلة الأولى وجدوا لها حل، وهي أن يؤخذ مني الرجل مع البويضة ويلقح تلقيح اصطناعي ثم يعاد فتغرس في الرحم. طيب، أما إذا كان الجدار هش لا يمكن أن يتحمل، فماذا يفعل الأطباء الآن؟ يؤتى بويضة المرأة وماء الرجل وتلقح، ولكن يغرس في جدار امرأة أخرى. فهذا يسميه الفقهاء أو الأطباء الآن استئجار الرحم. تمت عملية الاستئجار. الآن الفقهاء يختلفون في الأم التي الأم الثانية، هل هي أم حقيقية أم لا؟ لأن هي التي حملت قد يكون جائزا بشرط ألا تكون امرأة ذات زوج، لأن إذا كانت ذات زوج امرأة. فالفقهاء وقع الخلاف الآن في المعاصرين، هل لأن هذا بحث عصري وإلى الآن ما بت فيه حتى في المجمع الفقهي الحكم في ذلك. أولا من حيث الجواز أو عدم الجواز، قلنا إذا لم يكن هناك وطء آخر على المرأة يعني يكون قياسا على الرضاع، مثل ما يوجد لها أن ترضع الولد تحمله، لأن الحمل هو نوع حضانة. ولكن هذه الأم الآن الخلاف، هذه الأم هل لأن الأم عندنا إيش؟ عندنا أمان، أم رضاعة ولها أحكام إيش؟ أحكام الرضاعة. ما هي أحكام الرضاعة؟ يجوز الخلوة بها، يجوز السفر معها، يجوز إيش؟ يحرم النسب بها. وعندنا الأم الثانية التي فيها كل الأحكام ويزاد عليها حكم الميراث، واضح؟ طيب الأم هذه التي الآن ولدت الآن، أي الأمين تلحق؟ واضح؟ هل هي أم رضاعة أو هي ليست بأم رضاعة؟ إذا كنا نقول بأن نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسترقه وقد غداه في سمعه وبصره، حقيقة البويضة من هذه المرأة، المرأة الثانية، لكن المرأة هذه التي غرس في جدارها هي غدت الجنين، واضح؟ تغذية كاملة، واضح؟ فهل الولد الآن، نرجع إلى تحقيق المناط، الآن الولد الله سبحانه وتعالى لما تكلم في الصورة اللعان في الظهار قبل ما تكلمنا عن اللعان، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، وهذه ولدت وهذه كانت سبب في الولادة، فتبقى المسألة إيش؟ المسألة خلافية، ولم يبت في المسألة إلى الآن في حد علمي على متابعة للبحوث الفقهية، لم يبت في المسألة البت القطعي في الجزم في هذه، واضح؟ فهذا جرنا كله إلى بأن كلام الفقهاء كلام أصلي رحمة الله عليهم، وأنهم ما قالوا شيئا عبطا، وهذا قرروه قبل كذا قرن على أنه قد ينسب الولد إلى الرجلين، يعني قد يكون الواحد الأصل منه ولكن وقعت التغذية من الثاني، ووجود التغذية فيها جزء شبهة أبوة، واضح؟ فقال إما يلحق للأمرين للرجلين أو يلحق لأحدهما، أو إذا أغلق على القافة أو لم يوجد هناك قافة قالوا يترك الولد إلى أن يكبر ويختار النسب، واضح على مذهب السادة الحنفي وعلى مذهب الجمهور؟ طيب واصل ماذا قال المصنف؟ ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. طيب ترك حتى يبلغ، لأن النفوس الآن سوف نرجع إلى ترجيح خارجي، وهو ترجيح إيش؟ ترجيح الفطرة، بدليل لو الولد الحقيقة يعني الآن في المستشفى قالك سبحان الله، لو تكون عدة نساء والدة ويؤتى بعدة أولاد، المرأة سبحان الله قالك تعرف ولدها من بين هؤلاء ولم تكن رأت فطرة. لهذا عندنا حتى في الرضاعة أو الحيوانات كل هذه فطرة مثل الرضاعة، الرضاعة من الفطرة أن الولد يلتقي من الثدي،
وسبحان الله فيه بعض الأولاد لا يرضع إلا من أمه، لهذا عند الجمهور خاصة عندنا عند السادة المالكية على أن المرأة الشريفة لا ترضع، لا تلزم بالرضاع إلا إذا كان ولدها لا يقبل غيرها، فهنا تلزم. فبيه بعض الأولاد لا يقبل إلا أمه وهو ما رأها ولا علمها، بل هو فاقد للإدراك، وكذلك المرأة مع الأطفال. فهنا إيش يقول الفقهاء؟ قالوا نلجأ إلى هذا العامل وهو عامل الفطرة، فيستأنس به في الترجيح. لأن ليش ترجيح؟ الآن نحن لا نريد أن نلزم شخص بنسب هو يدعيه، لابد أنكم تفهمون هنا. لهذا السادة الحنفية خرجوا من هذا الباب لأن وجود ادعاء، كونك تدعي أنت مصدق في دعواك، الناس مصدقة في أنسابها، فكون هذا تقول هذا ابني يلحق تلحق به. فإيش لقوا؟ الآن عندنا رجلان قد ادعى ولد، فيوجد الدعوة فنريد نرجح بس في ثبوتها فيرجحوا بالفطرة. واضح إلى هنا؟ طيب واصل. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. قال المصنف، وهذا بهذه آخر مسألة ختمة، قد يقول الآن طيب من هو أو ما هي شروط هذا القائف؟ قال القائف أن يكون حرا عدلا مجرب، حرا عدلا مجرب، ذكر أربعة شروط. قال الفقهاء وهذه شروط الحاكم، لأن القائف منزل منزلة الحاكم، لأنه يثبت، والحكم هو إثبات أمر لأمر، فهو كونه يلزم فإذا هو منزل منزلة القاضي ومنزل منزلة إيش؟ الحاكم. لأنكم تعرفون فيه الخلاف بين الشهادة وبين الرواية، إيش الفرق بينهما؟ وعندنا كذلك الشاهد ماذا يشترط له، والراوي ماذا يشترط له. عندنا الآن القائف على أي باب يخرج؟ المصنف قال يخرج من باب الحاكم، وشرط الحاكم أن يكون حرا ذكرا عدلا مجرب. كيف تعرف التجربة؟ الأمور الأخرى كلها معلومة. قالوا تعرف التجربة أول ما يأتينا باش يريد يباشر، عندنا قضية الآن، كيف نعلم له؟ نأتي بولد أجنبي يعرف أبوه، ونأتي بأبيه ومعه ثلاثة رجال، ونقول له هذا ابن من؟ نجرب بالتجربة، فإذا علمنا بأنه نسبه إلى أبيه نقول له الآن أنت تعرف، إذن انسب لنا الولد هذا من هؤلاء. فإذا أخطأ في النسب الذي نعرفه نقول له أنت لست بمجرب، ففقدت الشرط من الشروط ولا تصح قافتك. واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد في رأسنا. شوف أنت بعض المرات سبحان الله قد يكون مثل هذا القائف بني مدلج، يكون أنت لما تنظر الولد مع الأب لا يوجد بينهما شبه في الظاهر، يعني واحد سمين واحد أبيض واحد أسود واحد قصير واحد طويل، ورغم ذلك يقولك سبحان الله هذا يشبه هذا. يروى أن إياس بن معاوية وكان رجل له هذه الله، كان رجل له أمة وأنجبت ولدا فأراد أن ينفيه، فجاء إياس بن معاوية يريد أن يزور هذا الرجل فوجد عدة غلمان، فقال له أنت اذهب نادي أباك. ففرح أحد الرجال قال كيف عرفته؟ قال والله إنه لأشبه الغراب بالغراب. فدعي الرجل الذي كان يريد أن ينفي الولد، قيل له تعال، قال لك هذا، قال هذا نادي يناديك. فقال كيف عرفت؟ هو ما يعرف الآن بأن فيه مشكل ولا يعرف هذا ولد من. قال أنا نظرت هذا فعلمت بأنه ابن فلان، فتنازل الإنسان على دعوة اللعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله.